استقبل سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية بمكتب سموه بقصر الوادي الشيخ هشام بن عبد العزيز آل خليفة رئيس مجلس أمناء جامعة بوليتكنيك البحرين وعددا من أعضاء اللجنة المنظمة لمسابقة خالد بن حمد للابتكار في الذكاء الاصطناعي. وفي بداية اللقاء رحب سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة برئيس مجلس أمناء الجامعة وأعضاء اللجنة المنظمة لمسابقة سموه للذكاء الاصطناعي مثمنا جهودها في إقامة المسابقة التي تأتي ضمن مبادرات سموه لدعم المجال العلمي. وقال سموه: حرصنا على إقامة مسابقتنا للذكاء الاصطناعي وذلك لمواصلة الجهود الداعمة لمخرجات التعليم بمملكة البحرين والتي تأتي ترجمة لتوجيهات الوالد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه لإطلاق المبادرات والبرامج الهادفة للنهوض بالتعليم في البحرين بما يتوافق مع ما يشهده العصر من تطور تكنولوجي وتسارع الخطوات في التقدم العلمي بهدف تكوين جيل شبابي قادر على توظيف الوسائل الحديثة للإبداع والابتكار والعطاء من أجل مستقبل أكثر إشراقا وازدهارا لبحريننا الغالية. وأشاد سموه بما شهدته النسخة الثانية للمسابقة من تفاعل ومشاركة كبيرة من قبل طلبة وطالبات المدارس الحكومية والخاصة والجامعات والذين قدموا مشاريع مبتكرة عكست بصورة واضحة ما يتمتع به الشباب البحريني من قدرات وإمكانات إبداعية وابتكارية سيكون لها الأثر الواضح بالإسهام في تنفيذ المشاريع التنموية التي تخدم تطور ونماء المجتمع. متطلعا سموه في الوقت ذاته أن تشهد النسخة الثالثة من المسابقة المزيد من المشاركات. من جانبه قدم رئيس مجلس أمناء جامعة بوليتكنيك الشيخ هشام بن عبد العزيز آل خليفة الشكر والتقدير والعرفان لسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة على رعايته ودعمه للجنة المسابقة مؤكدا أنها ستواصل الجهود في الإعداد والتحضير لإقامة النسخة الثالثة بما يخدم تطلعات سموه لدعم المجال العلمي مضيفا أن اللجنة تسعى لإبراز هذا الحدث على الشكل الذي يساهم في تطوير الحركة التعليمية وتكوين مجتمع قائم على المعرفة والابتكار مشيرا إلى أن البحرين تزخر بالشباب المبدع والمحب للعلم والتعلم والذي يسعى أن يقدم الأفكار التي تسهم في تنمية مختلف المجالات الحياتية مقدرا في الوقت ذاته جهود جميع العاملين في اللجنة المنظمة.